خليني في الأول أبارك لقدسك برجوع مريم، والحقيقة الخبر اللي أسعد كل المصريين بالأمس. الحقيقة الناس كلها كانت متفاعلة لاختفائها، والناس كلها فرحت وصلت لها وفرحوا جدا لما رجعت. نشكر ربنا، الحمد لله. الحمد لله. طيب خلينا في البداية، يمكن قبل ما نتكلم عن قدسية أسبوع الآلام وإزاي هو خزين للسنة، وإزاي إحنا الحقيقة الصوم المقدس طبعا هو اللي بيبقى خزين للسنة كلها، لكن اللي ما بيلحقش أصلا يخزن على الأقل يخزن في أسبوع الآلام. لكن مع كل ده ومع طبعا دخول العيد، وطبعا إحنا عندنا طقوس كده قبل العيد، ننظف بيتنا ونشتري لبس وننظف ننزل معرفش ايه ونعمل حاجات كتيرة قوي قوي في الاسبوع ده، احيانا ما بنلحقش نخلص الكلام ده قبل اسبوع الالام، وتلاقينا نضيع اسبوع البسخة المقدسة في بعض المشغوليات. خلينا نتكلم عن الاخطاء اللي ممكن نقع فيها وفي نفس الوقت تضيع مننا يمكن استمتاع كبير جدا بالاسبوع ده. اسبوع الالام هو اقدس فترة في السنة. اذا كان الصوم الكبير هو خزين الروح للسنة، والصوم الكبير هو أقدس أيام السنة، فأسبوع الآلام هو أقدس أيام الصوم الكبير. صحيح. فبالتالي هو أقدس أيام السنة على الإطلاق، زي ما حضرتك اتفضلتي في المقدمة. الشيطان بيبقى واخد باله كويس قوي إن ده أهم وقت في السنة. صحيح. وإنه أكتر وقت ممكن ناخد فيه قوة روحية تلازمنا طول السنة، فبيتفنن في إنه يساقه مننا. أشهر حيلة بيعملها معانا الشيطان في أسبوع الآلام هي المشغولية. إن إحنا ننشغل بأمور أخرى. عشان نستفيد باسبوع الالام، القاعده الذهبيه في اسبوع الالام هي التفرغ الكامل لاسبوع الالام. حضرتك اتفضلت في المقدمه ان احنا ده بنضيف الكنيسه، احنا عايزين نرجع نضيف الكنيسه، عايزين نرجع نحضر كل البسخات. ما بين البسخات هنقضي برضه في وقت روحي، ما ننشغلش باي حاجه في اسبوع الالام. في دور كبير على ماما، على الام. دايما بنقول ان الام هي عمود البيت. الأم الروحية هتعرف تعمل كنيسة جوه البيت. صحيح. الأم الروحية هتعرف تخلي ولادها يعيشوا أسبوع الألام من وهم جوه البيت. أنا أعرف أمهات يا بونا يمكن كانوا في أسبوع الألام ممنوع قبل القنوات الفضائية الدينية، كان ممنوع منعا باتا التلفزيون ده يشتغل في وقت أسبوع الألام. في شوية حاجات كده، احنا قلنا القاعدة الأساسية ان احنا هنتفرغ تماما لأسبوع الألام. هنحضر البسخات كاملة. نحاول طبعا ده يساعدنا على ده شويه سلوكيات جوه البيت، زي انه طبعا ما فيش تلفزيون، ما فيش سوشيال ميديا. صحيح. في وقت اسبوع الالام الا لان انا احضر بسخه او اراجع الالحان او احضر عظه عن اسبوع الالام عشان تتدخل فيها شويه مشاعر مقدسه، حاجات من النوع ده. شغل البيت وتنظيف العيد والسجاجيد والستاير والحاجات دي كلها لازم تكون خلصت النهارده عشان نبتدي من بكره ختام الصوم، خلاص احنا هنسلم نفسنا في الكنيسه وهنقضي الوقت ده في مشغوليه مقدسه. عايز اقول كمان ان احنا ما ننشغلش حتى بالامور المقدسه، يعني المفروض إيه؟ بمعنى انه حتى مثلا احتاجات اخوه الرب والحاجات دي كلها تكون خلصت الاسبوع ده. في خدمات كتير جدا بتعمل كده. صحيح. المركزين يعني ان احنا هنخلص حتى الخدمه هنخلصها في اسبوع قبل اسبوع الالام، عشان اسبوع الالام ده يبقى ربنا بس. طب ايه جبنا الكلام ده منين؟ جبنا الكلام ده من قول المسيح نفسه لما قالوا له المساكين، قال لهم المساكين معكم في كل حين اما انا فلست معكم في كل حين. دي الايه الذهبيه اللي بيقولها ربنا في اسبوع الالام من جهه المشغوليات. انت بتشغل بايه؟ حتى لو كنت شغال بالمساكين اللي ربنا بيواصلنا عليهم طول الوقت، في اسبوع الالام يقول لنا طب خلصوهم قبل اسبوع الالام وانشغلوا بيا في اسبوع الالام. يعني عشان كده برضه بعض التقاليد القديمه بتقول احنا ما بنطبخش في اسبوع الالام، اسبوع الالام ده ناكل حاجات جاهزه سريعه كده. حتى الطبيخ ده بيبقى نوع من المشغوليه اللي هتاخد منك وقت، احنا مش عايزين نضيع وقتك، عايزينك انت كمان يا ماما تنشغلي بآلام المسيح فقط، عشان ده هيفرق معاكي تطلعي من اسبوع الآلام منوره، تبقي احلى زوجه واحلى ام.